اهلا بيكم في الحلقه رقم 14 من برنامج قمر رمضاني. شوفوا حلقه من البرنامج ده على مدار ال 30 يوم بتوع شهر رمضان الكريم، وكل حلقه فيها 5 فقرات. البرنامج ده بيهتم بتطوير المراه سواء شكليا او عقليا او نفسيا. واكيد ما تنسوش تدوسوا على اللايك لو عجبتكم حلقه النهارده، وكمان تدوسوا على السبسكرايب او الاشتراك اللي تحت الفيديو، وتفعلوا علامه الجرس بعدها علشان يوصل لكم كل الحلقات الجايه. ويلا بينا نبتدي حلقه النهارده. فكرة اهتم النهاردة هكلمكم عن الديرما رولر. هي أداة للبشرة والجسم وكمان الشعر. هي عبارة عن ايد وفيها زي حاجة بتلف من فوق كده، والحاجة دي فيها سنون صغيرة جدا جدا. طبعا في منها انواع وماركات، وفي اشكال سنون مختلفة ومقاسات مختلفة، والمقاس نفسه او عدد السنون مختلف، بيبقى فيه سنون اكتر وسنون اقل، وحتى نوع السنون ده في منه كذا نوع، وكل مقاس ليه استعمال معين. وبما ان احنا هنا بنتكلم عن البشرة او بنخص البشرة، فالبشرة اعلى حاجة تستعمليها للبشرة هي 1 ملي، ده اكتر مقاس او اطول سن ابرة ممكن تستعمليه لبشرتك، واللي اطول من كده بيكونوا للجسم والشعر. وهي تقريبا بتصلح مشاكل البشرة اللي ما ينفعش تصلحها الكريمات، زي مثلا الحفر اللي بتكون في البشرة، زي المسام، وكمان هي مفيدة في البقع اللي بتكون في البشرة سواء بقع حبوب او بقع من الشمس، وكمان هي مفيدة في بهتان البشرة، هي بتدي حيوية للبشرة. تاخدي بالك ان انت ما تستعمليهاش ولا انت عندك حبوب او جروح في بشرتك، لان هي في الاول في الاخر دي ابر، والابر دي بتخش ببشرتنا حتى لو كانت صغيرة جدا، بس برضو الابر دي بتخش ببشرتنا، فما ينفعش يكون في حبوب او في جروح في بشرتك وانتي بتستعمليها. ولازم بعد كل استعمال تعقميها، وكمان بشرتك تكون نظيفة، يعني بتعمليها على بشرة نظيفة وكمان الديرما نفسها تكون نظيفة. وبعد الاستعمال كمان لازم تنظفي الديرما كويس، وممكن بعد ما تخلصي الجلسة على بشرتك تحطي بقى اي سيرم انتي تحبيه، لان هي بتفتح زي قنوات في البشرة، فبيخلي المنتج اللي هتحطيه بعدها نتيجته احسن بكتير من لما تحطيه كده لوحده. وهي طبعا ليها طريقة معينة بيتعمل بيها، بتمشيها الاول على شكل زائد، وبعد كده بتمشيها على حرف الاكس، يعني عكس بعض، على كل منطقة في وشك ما عدا بس تحت عينك، ده ليه واحدة مخصصة بتكون صغيرة جدا. وهي طبعا بتوجع، طبعا بتوجع جدا، وكل ما بتضغطي عليها كمان بايديكي بتوجع اكتر. بس في ناس بتستعمل قبلها مخدر، بس لو استعملتي مخدر قبلها سواء سبراي او حتى كريم لازم تغسلي بشرتك بعد، يعني ما تحطيش المخدر وتسيبيه وبعد كده تعملي بيها، لا تغسلي المخدر لما يعمل مفعوله تغسليه. وممكن تعملي بيها في الاول مثلا كل 3 اسابيع، وبعد كده تعملي كل اسبوعين، وبعد كده تعملي كل اسبوع، يعني حسب ما بشرتك هتستحملها. تاخدي بالك ان هي بعد الجلسة بتاعتها بشرتك هتكون لونها احمر جدا لحوالي 1.5 يوم تقريبا. بس هي كويسة جدا للبشرة، بس عايزة ناس عندها مشاكل كبيرة في البشرة زي الحفر مثلا. فكرة حاولي النهاردة هقولك حاولي تكوني صاحبة قرار، او ان انت بتاخذي قرارك اللي مش هيعود غير عليكي انت بنفسك، ولازم تدرسي كويس جدا القرار ده هيعود عليكي بعد كده بايه، لان انت لوحدك اللي هتتحملي توابع قرارات. حاولي تفكري في قراراتك كويس جدا قبل ما تاخديه. زي مثلا ابسط مثال، لما بنيجي لمرحله الثانويه العامه بنفكر هنخش ادبي ولا علمي، ما ينفعش ان حد هو اللي يشاركك الرأي في قرار زي ده، لان انت اللي عارفة دراستك، وانت اللي عارفة قدراتك، وانت اللي عارفة انت بتحبي مادة ايه، وانت اللي عارفة انت عايزة تطلعي ايه. فينفعش مثلا تخشي ادبي عشان بابا عايز اطلع كذا، ما ينفعش تخشي علمي عشان ابقى مع صاحبتي، فيش حاجة اسمها كده. لازم تفكري لقدام القرار ده هيعود عليكي بايه، علشان بعد كده ما ترجعيش وتقولي يا ريتني ما عملت كده. فلا، انت من الاول لما يجي حاجة فيها قرار، بالذات لو حاجة تخصك انت لوحدك، لازم انت تفكري كويس وتاخدي قرارك بنفسك. فكرة تعرفي هكلمكم عن شخصية النهاردة، هو محمد الغندور. هو محاضر ولايف كوتش، هيخلي وعيك يكون اكبر، هيخليكي تفهمي نفسك اكتر، وكمان تفهمي اللي حواليكي، وكمان هيعرفك ازاي توزني الامور بعقل وتاخدي قرارات صح. فلو كتبتوا بس محمد الغندور على اليوتيوب هيطلع لكم فيديوهات كتير عنه تقدروا تتفرجوا عليها، انا الصراحة بحب كلامه جدا جدا جدا.
في فقرة ساعدي هقولك حاولي تساعدي حد في شغله، يعني لو انتي جوزك او اخوكي او اختك او مامتك بيشتغلوا حاولي تساعديهم في شغلهم ده، وصدقيني ان هم يفضلوا شايلينلك الجميل ده طول حياتهم، لان اكتر حاجة متعبة هو الشغل، بيبقى ضاغط على اعصاب الشخص، فانتي هتبقي شلتي جزء من التعب او الضغط النفسي اللي على الشخص ده لو هتعرفي طبعا، لكن ما بوظلهمش شغلهم، يعني لو حاجة هتعرفي تعمليها. وفي اخر فقرة هي عبري هقول لكم سؤال وانتوا تجاوبوا عليه في الكومنتات تحت، وهتلاقوا كمان اجابتي على نفس السؤال في اول كومنت في الكومنتات. وسؤال النهاردة هو ايه اكتر مادة كنتوا بتحبوها وانتوا صغيرين في المدرسة، او لو انتوا لسه في المدرسة ايه اكتر مادة بتدرسوها وبتحبوها. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، لو عجبتكم فكرة البرنامج ما تنسوش تعملوا شير للبرنامج ده مع اصحابكم من علامة الشير اللي تحت الفيديو، وان شاء الله اشوفكم بكرة في نفس الميعاد على خير. سلام.